مؤتمرات حول كل العالم بنفس المواضيع من سنة لسنة. والسنة الماضية مثل ما تفضلتي وقلتي كان بأبو ظبي، كان المؤتمر عنوانه الأساسي شفافية الكفاءة والشبكات. كيف هودي بيأثروا على، أو كيف هودي اسنشال ضرورية ليقدر القطاع المصرفي يقدر يتقدم بحسب شو صار بال 2008؟ كان مؤتمر ناجح جدا بنظرنا، كان في كثير ناس من القطاع المصرفي بالامارات وبالخليج اجوا وناقشنا بشفافيه كامله عن كل هالمواضيع وكل بنك شو عم يعمل حتى يحسن الوضع من 2008 ويستفيد من الفرصه بال 2009 حسب يطور الشفافيه والكفاءه والشبكات والتقنيات اللي هو عم يستعملها للبنوك. طلع من المؤتمر افكار جيده جدا ساعدتنا نحن نركز على كيف بدنا نحدث التقنيات اللي عندنا اياها للقطاع المصرفي بالخليج. وهذا ترجمت بنجاحات عده من ناحيه انه اشتغلنا كثير مع بنوك بالمنطقه، ومع انه كانت هالسنه شوي فيها صعوبات من يلي صارت من اول سنه لهلا، بس قدرنا نفذنا شو اتفقنا فيه بابو ظبي، وهيدي ترجمت بعده تقنيات طورناها مع البنوك مش بس بالامارات، كان بالامارات السعوديه الكويت وقطر. يعني كان هناك نتائج ايجابيه من ناحيه تقنيه بالنسبه لهذا المؤتمر. اليوم يعني تاخذون المسار بالنسبه لقطاع الخدمات الماليه واكتشاف الاتجاهات المقبله، حددتم بعشر اكتشافات او اتجاهات. يعني تحديدا بالنسبه لمساله الاستفاده من المتغيرات في القطاع من ناحيه التقنيه الكفاءه وايضا الشبكه، كيف ترى تطور قطاع الخدمات الآن من هذه الجوانب التي ستناقشونها في المؤتمر وفق الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة؟ طبعا نحن اطلعنا على القطاعات القطاعات المالية بكل اتجاه، فقسمنا هذه الاتجاهات لثلاث اتجاهات او ثلاث فئات. عندنا فئة البنوك، عندنا فئة الشركات الكبيرة او الشركات القابضة، عندنا شركات التداول او شركات إدارة الأصول او الاستثمارية. وتحت هؤلاء ثلاث عناوين حددنا اتجاهات لازم هود القطاع يركز عليهم حتى يقدر يستفيد من هالتغيرات اللي عم بتصير بالعالم وبالمنطقة العربية هون. إذا بدي فينا نحكي عن كل وحدة بطريقة، نتحدث عن الاتجاهات العشرة التي حددتموها يعني وعن الأولوية لها. صح، نحكي عن الاتجاهات العشرة أو الاتجاهات يلي مركزة على البنوك. نحن حددنا حوالي أربع اتجاهات بالبنوك. في الاتجاه الاساسي اللي هو كمان كونتينيويشن من 2009 اللي هو اداره المخاطر. في عندنا البنوك عندها ضغط قوي لتكون عندها شفافيه بالبيانات تبعها، بيانات البيانات تبعها وباداره المخاطر. التوجيهات الاخيره طبعا بالنسبه للمركزي الامارات، مركز الامارات ومراكز البنوك المركزيه بشكل عام. صح 100%، فهذا كمان في تركيز قوي على هذا الموضوع. هذا اول نقطه للبنوك. تاني نقطة ليزيدوا الكفاءة بدك تسوية والتطابق، ففي كمان البنوك عايزين تولز أو أدوات تقدر تساعدهم ليعملوا تطابق وتساوي بين كل العمليات. هيدي بتحسن الكفاءة تبع كل البنوك. يعني تطوير لهذه الأدوات، تطوير لهذه الأدوات شيء أساسي إذا بده ينجحوا بهالعام الجاي ويقدروا يتقبلوا هالإنفستمنتس اللي حتجي على هالمناطق هون. الشغلة التالية اللي صارت هي يطوروا الجوال والسوليوشنز للريتيل، لانه مثل ما بتعرفي هلا صار في عندنا كثير كومبيتيشن، في متضاربين كثير بالبنوك، فلازم يطلعوا بادوات جديده تقدر توصل للمستهلك اسرع بطريقه افضل. فكمان هدول البنوك لازم يعملوا انفستمنت بايصال الخدمه اكثر، ايصال الخدمه للمستهلك الاخير. فهيدي اذا بدك انجار الثلاث نقط لهيدا. الرابعه وكثير مهمه هي الخزينه. الخزينه تبع كل بنك هالسنه لازم تطلع على فرص عمل جديده، لازم تفوت على سوليوشنز او انفستمنت جداد، لانه مثل ما صار تغيرات هون بالمنطقه خاصه صاروا عم يطلعوا لبرا اكثر، وكمان البرا صار عم يطلع على الداخل اكثر، فلازم يامنوا لهم تولز ليقدروا يعملوا تريدنج معهم. فهودي اذا بدك مثل اربع اتجاهات براينا لازم البنوك يركزوا عليهم هالسنه. هذا من ناحية الشق القطاع المصرفي أو البنوك. صح. لكن فقط أعود معك لنقطة الشفافية التي ذكرت أحد النقاط. نعم. هل من يعني أدوات معينة يجب أن تركز عليها البنوك لتعزز هذه النقطة لديها؟ طبعا في عندنا الريسك مانجر وإدارات المخاطر، ومثل ما البنوك المركزية بتنصح لازم يكون في عندهم أدوات تقدر تسهلهم الماركت ريسك، كريدت ريسك، وأوبريشن ريسك.
وحتى يقدروا يشتغلوا على مش بس بازل 2 بازل 3 ممكن حتى حسب السيوله. ففي تقارير لازم يقدموها، تقارير للمصرف المركزي، تقارير للاداره، تقارير للخزينه، حتى يقدروا يعرفوا كيف بده يشغلوا هالفلوس او التدفق الجاي من برا او هن الانفستمنت اللي عم يعملوها اكروس كل الانسترومنتس يلي بيقدروا يعملوا فيها انفستمنت. طب وبالنسبه لادائهم من بدايه الازمه ولليوم والخطوات اللي قامت فيها البنوك المركزيه، التوجيهات ايضا، سعي البنوك لكي تعزز من مكانتها وقدرتها، هل لمستم فرق بخلال هذه السنوات من ناحيه توجه البنوك؟ ايه لمسنا فرق، والفرق هو مثل ما فضلت وقلت لسبب انه المصرف المركزي وكل العالم عم بركز على هالموضوع. يعني حيلا بنك هلا بالمنطقه عندنا هون اذا بده يتقدم ويتطور بده يشتغل مع بنوك برا بطل فيه يعمل مثل قبل، صار فيه لازم يكون في عنده شفافيه معينه من ناحيه التقارير اللي بيقدمها، فهيدي جبرته يعمل انفستمنت بهالتقنيات. الشغله الثانيه كمان الاتجاهات تبع البنك المركزي والبنوك المركزيه العالميه يلي هي عم تفرض على هالبنوك اكثر شفافيه. فهلا النتيجه تبعها انه البنوك خلال هالسنه كثير عملوا انفستمنت بهالتقنيات. هذا بالنسبه للبنوك، ماذا عن الشق الاخر؟ في بعد شقين نحن ركزنا عليهم، في عندنا الشركات وعندنا شركات التداول والاستثماريه والوساطه. شركات بخط عام، هودي الشركات يلي هن يا شركات قابله يا شركات كبيره، التركيز حكينا فيهم اكثر شيء على الخزينه، اللي يعملوا سنتراليزيشن للخزينه، يعملوها مركزيه. هلا حاليا هول الشركات الكبيره عندهم خزينه بس بالشركات اللي هن بيملكوها، بس ما عندهم خزينه مركزيه. مجرد ما تحوليها من خزينه متوزعه لخزينه مركزيه في عندها استفادات كثير قويه. الاستفادات اللي منها فيها تكون المانج الكاش احسن، يعني يكون عندك خمسه شركات، في شركات عم تربح، شركات عم تخسر، شركات بتعوز سيوله، شركات معها سيوله زياده، فمجرد ما تحولها لخزينه مركزيه صار فيك تحول السيوله بين شركه وشركه، فهي بتاثر كثير على سيوله الشركات. مثل ما بنعرف وحتى اليوم كان في اخبار انه في تشالنجز بالسيوله اللي بتقدمها البنوك لهو الشركات الكبيره، فخليني بلشوا من جوا يحسنوا اتجاهات السيوله. وشيء ثاني كمان انه صار في تركيز على مدير او اداره الخزينه، فهذا الشخص قبل ما كان موجود بعده شركات، فهلا صار هودي الشركات شفناهم عم بحطوا ويعملوا انفستمنت ويوظفوا ناس بس شغلته اداره الخزينه. والخبرات ايضا المطلوبه بهذا المجال 100%، هودي الخبرات يعني اذا بنحكي سنتين من قبل ما كانوا موجودين، هلا صار لاحظنا في كثير فرق ورح يكمل هيدا الفرق، وهيدي كثير بتاثر على البالانس شيت تبع كل هالشركات. فالحمد لله يعني انا بحس انه بهالموضوع كثير رح يصير في تطور، وهودي الشركات نحن اوريدي بلشنا نشتغل معهم من 2009 وحيكمل اكبر بال 2010. يعني والى اي مدى تاخذوا في عين الاعتبار ايضا نقطه اجتداء اعمال جديده 100% للمنطقه ولهذه الشركات ايضا؟ هودي الشركات حتى يقدروا يكبروا ويطلعوا لبرا او يجيبوا وكالات من برا لهون لازم يكون في عندهم خزينه سنترلايزد، اذا ما كان عندهم اياها ما رح يقدروا يتطوروا بهالطريقه. فهي هي دفعتهم اذا بده يكبر لمنطقه الخليج او منطقه اوروبا او امريكا لازم يكون في عندهم سنترلايزد كاش مانجمنت. الشق الاخير ايضا بالنسبه للشركات الوساطه اليوم، لكي يكون لدينا الوقت فقط للتعليق على هذا الموضوع، امكانياتها، جاهزيتها ايضا في ظل هذه الظروف، ان كان لاستقطاب الاموال التي لديها نظره للمنطقه، او تحديدا بعد ما مرت فيه بالازمه الماليه من ازمات هذه الشركات، البعض انسحب من السوق، اليوم تتحدثون عن حاجه لوجود شركات اكبر واكثر وبتقنيه ومتطوره اكثر وادوات جديده ايضا. صح، في تدفق نقد عم بيتداول، وبخصوص شو صار بالمنطقه عندنا من اول سنه لهلا تغيرت الخريطه الاستثماريه بالمنطقه، فعندي شركات وساطه كمان لازم يكونوا ابداعيه بالسوليوشنز او بالبرودكتس اللي بقدموها، لانه مثل ما بتعرف كثير خف التداول، فشركات الوساطه اذا ما طلعت بتعمل قصص باكثر كفاءه ما رح تقدر تكمل ولا تنجح ولا تعمل ارباح. فهيدي كلها بالنهايه عن تقنيات، فالتقنيات اللي نحن برأينا لازم شركات الوساطة يأمنوها هي تقدر تستجوب الاستثمارات الخارجية. فأهم شيء الشبكات، لازم يكون في عندها شبكة تقنية عالية لتقدر تعمل تريدينج مع كل الشركات العالمية، هذه كتير مهمة بالتداول. شغلة تانية، لتقدر تنزل حلول جديدة على السوق، يعني بلشوا يشتغلوا ديريفاتيفز، بلشوا يشتغلوا بعمليات مش بس الكاش أو الأسهم،
فهذه كمان اذا ما عندهم التقنيه اللازمه ما في ما بيقدروا يسابروا بهالموضوع وينافسوا ايضا. وكمان في عندك منافسه داخليه. فهلا الشركات الوساطه عندها حل من اثنين، يا بتعمل انفستمنت وبتكبر يا بدها تختفي.